تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيم حفل ختام النسخة الثالثة من مسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي، والتي نظمتها كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين بالشراكة والتعاون مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إن إقامة هذه المسابقة يأتي من منطلق حرصنا على ترجمة توجيهات سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للنهوض بقطاع التعليم من خلال تحفيز الشباب على الإبداع والابتكار وتشجيع المواهب ودعم عطائها في خدمة المجتمع على الشكل الذي يسهم في تنفيذ المشاريع التنموية التي يتضمنها برنامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لتحقيق أهداف رؤية البحرين 2030 لغد أفضل ازدهارا وتقدما. وأعرب سموه عن سعادته الكبيرة بالمشاركة المميزة التي شهدتها النسخة الثالثة من المسابقة رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فما قدمه المشاركون من الشباب البحريني في هذه النسخة من المسابقة من أعمال ومشاريع يدعو إلى الفخر والاعتزاز بالطاقات الشبابية التي تمتلكها البحرين. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مستمرون في دعم مخرجات التعليم على الشكل الذي يكسب الأجيال المزيد من المفاهيم العلمية الجديدة لتحقيق المزيد من المنجزات الحضارية. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها جامعة بوليتكنيك البحرين بالتعاون مع شركتي مايكروسوفت والمؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط في الإعداد والتحضير لإقامة النسخة الثالثة من هذه المسابقة، شاكرا سموه تفاعل المؤسسات والشركات الراعية لإنجاح هذا الحدث، ومهنئا سموه الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة، ومتمنيا سموه حظا أوفر لبقية المشاركين في المشاركات القادمة. وتفضل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتسليم الجوائز للفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، كما قام سموه في ختام الحفل بجولة حول جميع المشاريع الفائزة بمختلف الفئات، واستمع سموه إلى شرح من المشاركين عن مشاريعهم ومدى أهميتها والفائدة المرجوة منها. ومن جهته وجه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبوليتكنيك رئيس اللجنة المنظمة العليا للمسابقة الشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعم سموه المستمر لبوليتكنيك البحرين، مشيرا إلى أن الأهمية الكبيرة التي يليها العالم اليوم للذكاء الاصطناعي والذي جعل لهذه المسابقة مكانة عالمية وخصوصا في ظل ما يشهده العالم من تغيرات بسبب جائحة كورونا.